وقف عندك سيد والي، لو ينفع تخليك مكانك. خليك عندك ما تتحرك، محل مانك هلأ. موقع بيفصل بين الموت والحياة، لسه خطوة واحدة بس. حضرة المفتش، ليش اجيتوا لهون؟ اجتنا معلومات انه هون بالبيت في عندكم مجرمة صادر حكم بحقها من 5 سنين، واعتبرناها ميتة بملفات الشرطة بعد ما هربت من المصح العقلي. بس هي مو ميتة، هي عايشة. عم تحكي عن اي مجرمة؟ باني والي، وفي عنا معلومات كمان انكم مخبيين هالمجرمة. باني والي هي موجودة عندكم بالبيت عند السيد والي. كيف هيك يا حضرة المفتش؟ انتو اكيد مخربطين هلأ. رجاء لا تتدخل يا سيد، وترك الشرطة تشتغل شغلها. باني والي كانت عم تخدع الشرطة من 5 سنين، ما كانت مجنونة بس عم تتظاهر انها هيك، وبعد ما هربت من المصح العقلي تظهرت انها ميتة وضللت القانون مشان تفلت من عقابها. ضلت هربانة من ايد العدالة لخمس سنين كاملين، بس هلأ انتهت لعبتها وجايين مشان نعتقلها. واليوم لازم تاخد حكم الطبيعي، هذا واجبي. المجرم منهم قد ما كان ذكي، ما في ضل عم يخدع القانون لفترة طويلة. باني والي لازم تكون بالسجن لأنه هنيك مكانه. انت واطية يا بيا. لحظة حضرة المفتش، عم أهلك. حضرة المفتش اسمع شو بدي إلك. من 5 سنين إجا لعنا مفتش مثل حكايتك مشان يخبرنا أنه باني والي ميتة. مو شايف أنه اللي عم يصير مهزلة؟ أنتو شلون تتلاعبوا بمشاعر الناس بهالطريقة؟ أنا آسف سيد والي، مزبوط هالحكي، الشرطة خبرتكم بهالشي قبل 5 سنين، بس اليوم واحد من أفراد عيلتك هو اللي إجا وخبرنا أنه باني والي عايش. حدا من عيلتي أنا؟ اللي مين هو؟ بيا. هالمعلومات اللي عندك غلط، أنا عم قلك إنه باني والي ما أنا عايش، صدقني. لكن ليش بيجي حدا من عيلتك وبيعطينا معلومة غلط؟ يعني شو بتكسب إذا عطتنا معلومة غلط؟ لأن بدها تخرب هذا البيت، هذا هو اللي بدي إياه. المرة اللي واقفة قدامك صار لها 5 سنين عم تحاول تدمر العائلة،